بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا حبايبي وين ما تكونون، ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه ورحمه من الرحمن الرحيم. قبل لا اقول لكم طبعا هي هاي الساحره عن جد هي ساحره ثائبه لله الحمد، وحكت لنا حكت لشخص قصتها وانا وصلت لي القصه، قصه حقيقيه وردت اقولها حتى الكل يستفيد من عندها. بس قبل لا اقول لكم القصه مالتها وشنو صار وياها، بدت اقول لكم شيء جدا مهم حبايبي. الاكتئاب اكو هواي ناس يسالوني فرح، هل الاكتئاب موجود؟ هل الاكتئاب حقيقي؟ نعم الاكتئاب موجود والاكتئاب حقيقي والاكتئاب خطير جدا. اكو هواي ناس يقول لك ماكو اكتئاب مع القران. صح، الاكتئاب ابدا ما يصيبكم مع القران ومع الدين والملتزمين، مستحيل يصيبكم. بس اذا الانسان اوريدي انصاب بالاكتئاب مستحيل راح يقدر يطلع منه إلا بخطوات دقيقة. ليش؟ لأن الاكتئاب يخليكم إنه أنتوا تكرهون نفسكم، تكرهون الشيء اللي بتسووه، تكرهون حياتكم، تكرهون مكانكم. فأول تغيير للاكتئاب هو إنه أغير مكاني، أغير الشيء اللي ما يعجبني في حياتي، أغير أسلوبي، ما أبقى بنفس المكان وبنفس الحياة وبنفس الروتين اللي دا أسوي وأقول أني راح أطلع من الاكتئاب. لأنه هو شنو يعني معناه اكتئاب؟ معناه أني الشيء اللي أني دا أسوي ما عاجبني، ما عاجبتني تفاصيل حياتي، ما عاجبيني الناس اللي أني وياهم. هذا الشيء جدا مهم إنه تغيرون وتطلعون. يعني مثلا اذا انت كنت كل يوم تطبخين، حاولي تطبخين ايام اقل وسوي باليوم الزايد شيء ثاني. اذا انت كنت كل يوم على روتين معين، حاولي تطلعين من هذا الروتين المعين، يوم واحد او يومين بالاسبوع تكسرين هذا الروتين وتسوين شيء ثاني. اذا كنت حوالين الناس السلبيه يعني حتى لو انتم ما عندكم اكتئاب، الناس السلبيه راح تجيب لكم الاكتئاب. فاتمنى تبتعدون عنهم، لانه الظلم ترى هو الظلم، هو مو بس ظلم الناس، الظلم هو ظلم نفسك. لما رب العالمين يونس قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ما كان بس دا يحكي ترى يعني ظلم إن هو ظلم أحد ثاني، هو دا يحكي على نفسه، هو ظلم نفسه. فأنت أيضا لما تكونين حوالين الناس السلبية رح ظلمين نفسك، وهذا الشيء جدا خطير. فأتمنى أنه كل واحد يشعر بالاكتئاب، قبل كل شيء يغير البيئة اللي هو عايش بيها، يغير يعني حاول يغير من كل نواحي، من كل شيء هو يسويه. مثلا أنا كل يوم الصبح أقعد ساعة 11، أنا أحاول أقعد ساعة 9. أنا كل يوم مثلا أكل ريوق أحاول أأخر بالريوق مالتي. أنا الأشياء الروتينية اللي أسويها أغير بيها حتى يتغير نمط حياتي. طبعا تعالوا اشوفكم البالكونه هنا، اني اللهم بارك كله بفضل رب العالمين ما شاء الله بروما. تعالي خلي اشوفكم من البالكونه المنظر الجميل. طبعا ما اعرف اقلب الكاميرا بس راح اشوفكم بهالشكل. دا تشوفون ايش قد حلو المنظر، منظر جميل جدا صح؟ أنا طبعا أخاف من العلو بس راح أحاول أشوفكم بقدر المستطاع. أنا يعني معروف علي أنه أنا كلش أخاف من العلو. يمكن أصور بعد فيديو ثاني أشوفكم وياي روما ما شاء الله إيطاليا. يعني شوفوا إحنا بإيطاليا تشوفون الناس هم هنا الدين مالتهم مو إسلام، بس ملتزمين بأبسط معايير الإسلام اللي إحنا نعيشها، ملتزمين بأخلاقهم، بأسلوبهم الجميل، بشلون يتعاونون بيناتهم، شلون لما نطلب منهم مساعدة رأساً يركضون ويساعدونا. ترى هاي أشياء جداً مهمة، هاي أخلاق، وهذا دليل إنه الإسلام هو مو بس دين، الإسلام هو فعل وهو أخلاق. يعني هذولا ما عندهم ديننا نفس ديننا، بس ملتزمين بمقاييس ومعايير الدين مالتنا اكثر من عندنا يمكن اصلا. يعني انا محجبه وامشي بالشارع ما شفت احد يلتفت علي، مع العلم احنا لو احد نشوف باختلاف بيناتنا راسا نباوع عليه وراسا نجبره
يسوي أشياء هو ما يريد يسويها. يعني مثلا لهذا السبب نجيب اللي شغالة أو الخدامة أو المساعدة اللي تسموها نجيبها يمنا ونريدها نجبرها أنه تتحجب ونجبرها أنه تسلم. آسفة هاي شوفوا اللي تشوفون الشارع، نجبرها أنه تسوي أشياء هي ما تحب تسويها. يعني هسه أنا قاعدة أكو ناس دخلوا يريدون يسوون تشيك إن بالفندق، يعني حتى والله العظيم هم واقفين قدامي وأنا دابا عليهم، هم ولا ملتفتين إلي ولا ديباعون علي. يعني شوفوا أخلاقهم الجميلة، احنا اتمنى انه تكون اخلاقنا بهذا الشكل. اتمنى انه ما نحكم على الناس وما نباوع على الناس وما نأذي الناس، لان هي هاي ابسط معايير انه تكون مسلم. يعني انت تصلي وتصوم، بس اذا اجى واحد مختلف حواليك وحتى يحكي لغه مختلفه تشوفون راسا احنا يعني ما عجبنا، مع العلم هو ما دا يسوي شيء يضرك ولا دا يسوي شيء يأذيك ولا دا يتعدى عليك، بس راسا احنا ما نقبل اي تغيير. والله انا جدا عجبت بال بيئة اللي هم عايشين بيها، وانعجبت بالكولتشر اللي هم بيه، جدا حبيتها. بلدة إيطاليا من أحلى البلدان ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم يعني إنه إن شاء الله إنه أنتم كلكم تشوفوها من أحلى البلدان وأحلى التعامل اللي الناس يتعاملون وياكم. هذه الساحرة التائبة هي طبعا تابت، قالت أني سحرت لوحدة 3 مرات وما فاد بيها وما إجالها السحر، مع العلم هي يعني كانت ساحرة جدا مشهورة. فلما راحوا وهي ورا هاي لما سحرتها 3 مرات وما فاد، راحوا سألوها ومن وراها تابت هي المرة الساحرة. سبحان الله. فلما راحوا سألوها انت شنو كنتي مسوية، لو انت شلون كان انه سبحان الله اللهم بارك السحر ما أثر بيك، تعرفون ايش قالت لهم؟ قالت لهم اني والله العظيم هاي المرأة أو البنية، يعني ما أعرف إذا هي متزوجة أو لا، قالت لهم أني كنت كل يوم كل يوم كل يوم أقعد قبل الفجر بساعة وأقرأ سورة البقرة. سورة البقرة حبابي لا يستطيعها البطلة، ما يقدروا لها السحرة ولا الجن ولا هم السحرة يستخدمون منه بالسحر مالتهم، يستخدمون الجن. فسورة البقرة حبابي جدا 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 قوية، ما حد يقدر لها. فأتمنى اللي يخاف من السحر، اللي يخاف من العين، أتمنى أنه يقرؤون كل يوم سورة البقرة ورح يشوفون تغيير جذري في حياتهم، لأنه ما حد بإذن الكريم رح يقدر يأذيهم. رح أحاول أسوي لكم جولات في شوارع إيطاليا بإذن الله ونزلها على اليوتيوب حتى تكونون وياي يا حبايبي. أحبكم كلش هواية، وإن شاء الله الله ينطيكم العافية وين ما تكونون، دمتم بخير في مال الله. حبايبي أحبكم.